السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في بقية الشابتر 10 اللي هو عنوانه Dynamics of Rigid Bodies. طيب في المحاضرة الثانية من الشابتر 10 هنشوف Absolute and Relative Velocity and Acceleration في Plane Motion. هنبدأ بشرح Relative Absolute Velocity في Plane Motion. مثلا لو ناخذ Plane Motion يعني حركة الجسم حتكون في السطح في Plane. هو في نوعين من الحركة، يا إما تكون حركة translation أو حركة rotation يعني حركة دورانية. يمكن تقسيم الحركة هذه كلها على البلان إلى نوعين. الحركة الأولى اللي هي translation حول center أو النقطة A، طبعا حتكون في velocity في النقطة B والvelocity في النقطة A. rotation حتكون نحو النقطة نفس النقطة اللي هي ثابتة اللي هي النقطة A، هيكون في omega k اللي هي angular velocity. طبعا في النقطة B هيكون الـ velocity VBA يعني السرعة بتاع النقطة B حسب النقطة A. بالنسبة للعلاقة ما بين الـ velocity VB والـ VA، طبعا الـ velocity VA plus الـ VB يعني تعطينا VBA، يعني الـ VB هتكون VA plus VBA نفس المعادلة اللي هي هذه، لكن القيمة بتاع الـ VBA زي ما شفنا في المحاضرات السابقة اللي هي longular velocity اللي هي الأوميجا K اللي هي يعني سرعة الدوران cross RBA اللي هي relative position ما بين النقطة A وبين النقطة B. طبعا القيمة المطلقة متاعت الفاكتور VBA بتاع velocity VBA اللي هي R في الأوميجا، R اللي هي position والأوميجا اللي هي longular velocity، يعني بصفة عامة VB زي VA أوميجا K cross RBA. الحين إذا كان نمر للتسارع في نفس الحالة في البلان، بما أنه تم تقسيم السرعة أو الحركة إلى نوعين من translation rotation، نفس الشيء يمكن تقسيم يعني التسارع إلى translation rotation. طبعا إذا كان نأخذ مثلا النقطة هذه A حيكون فيها التسارع A والنقطة B حيكون A B. لو نأخذ النقطة A يعني الدوران حيكون حول النقطة A، طبعا اذا كان في translation حيكون AA هي نفسها يعني نفس النقطة A و B الاثنين نفس تابعين نفس البودي لانه جسم صلب. بالنسبة للدوران حيكون الدوران الـ velocity angular velocity اللي هي omega k، وبالنسبة للتسارع متاع الدوران حيكون الفا اللي هي تساوي يعني omega dot يعني المشتق متاع الـ angular velocity. طبعا حيكون في تسارع في النقطة B لكن التسارع في النقطة A حيكون صفر. ليش؟ لأنه الدوران حيكون حول النقطة A لكن التسارع في النقطة B أو relative acceleration اللي هو ABA. ABA حيكون يعني عنده two components اللي هما normal والtangential، يعني ال AB حتكون AA plus ABA، يعني هذه ال A وهذه ال AB يعني AA plus ABA تساوي يعني AB، أو العكس AB تساوي AA plus ABA. لكن ABA زي ما كم شايفين عندها two components اللي هي النورمال والتانجنسيونال. بالنسبة للكمبوننت متاعت التانجنسيونال هذه التانجنسيونال بتكون ألفا K cross RBA، يعني القيمة المطلقة متاعها هتكون LR في الألفا. ما ننسى أنها الألفا تساوي يعني أوميجا دوت اللي هي المشتق متاع الـ velocity angular velocity. بالنسبة للنورمال هتكون R أوميجا سكوير، هذه الكومبوننت متاع النورمال. يعني لما يكون الحركة في البلان زي ما شفنا بالنسبة للسرعة بتكون يعني الـ VB تساوي الـ VA plus VBA، نفس الشيء التسارع بيكون AB بيكون AA plus ABA. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشطر. السلام عليكم ورحمة الله.